وننوه حضراتكم إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة تعقد مؤتمرا في تمام الساعة 2:30 من ظهر بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها. وإذ توجه الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.